هذا البرنامج برعاية راتيل، الساعة السويسرية الأكثر انتشاراً في العالم، والتي تجدونها في كل محلات راتيل الموجودة في كامل دول الجمهورية. صبر في رمضان، صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان، صبر في رمضان، انا صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان، صبر في رمضان، صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان، صبر في رمضان، والله صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان. صبرنا والصبر ملينا، صبر ودمعة في عينينا، دعوة لمي ما تزهيناش، بيعة عمرنا لك لينا. اصبر والصبر مكتوب، غدوة تزهلك ليام، غدوة العالي ربي نوب، والماضي يقعد كلام. رمضان يحن القلوب، وانا صابر في رمضان، صابر ما فماش هروب، هذا كحال الانسان. ما نقولنا صبري طال، صابر في رمضان وغيره، زعمة تتبدل الاحوال، تطلع زعمة فوق الزيرو، كل يخدم كل بطال، والخدام ربي عينه، صابر في رمضان على الحال، ماكلها بعرق جبينه. صبر في رمضان، صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان، صبر في رمضان، انا صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان، صبر في رمضان، صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان، صبر في رمضان، والله صبر في رمضان، علاش ما تكونش كيفي خويا؟ صبر في رمضان. شدينا ثنية في رحلة جديدة لبلاد الخير والقلب الكبير، والحكاية اللي صارت لنا ربما ما تتصدقش. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صابر في رمضان. ماشيين الولاية التطاوين، ظاهرة غريبة برشا في طريق بني خداش، طريق الكبرى هذا يقولوله، لأنه ملوي كما الكبرى كما يقولوا أبناء الجهة، والكرهبة مالجري في طلعة الثاني وهبتها هكا قاعدة ترجع بالطويلة وتطلع الفرامة لوطة وامور، والكرهبة قاعدة ترجع وحدها، برشا يقولوا جن، برشا يقولوا مغناطيس، ولا واحد فيهم الحكاية شنية. وانتوما فيكم اللي صدق وفيكم اللي مش باش يصدق. هاي صح المنصفين. حكاية تحير. حتى ناس يشوفوا أكثر، هذي بوامور، فرامة لوطة، ليبيدال ما مسم حد، الكهرباء تمشي تقريبا 20 متر التالي ركيل وتقف وحدها. هاي صاحبي منصف كملوا ثنيتنا، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صابر في رمضان في ولاية تطاوين. الحقيقة ما صدقتش التوى، معناها صارت قدامي، قعدت حاير، بيدي حاير، رغم الناس تقول فما مغناطيس، ناس تقول فما جن، ناس تقول قعدت حاير. حتى اذا كان فما مغناطيس ربما لازم احل بلاصه هذه، ما نعرفش عليك منصف شنو هي رايك. انا واحد من الناس، قداش من واحد راه حكى لي على الفازة، صدقوني ما صدقتش، ما نفع حب تدخل مخي معناها الحكايه، الا ما جربت انا وصاحبي صابر، وتو تشوفوها على القريب بالرسمي، ونصوركم حتى انتم ماكوش باش تصدقوا، اما ننصحكم برشا مش باش تصدقوا، الحكايه ايشو جربوها. حتى يقول لكم صاحبي صابر، يقول لكم على البلاصه بالضبط، هو جربوها. هو طريق بني خداش اللي تابع ولايه مدنين، كنا في ولايه مدنين ماشيين لولايه تطاوين، الحقيقه حبينا نجربوها وتعيشوا معنا التجربه هذه، خاطر
الدنيا سخونة وعرق وكل واحد فينا صبر في صبر مضان. اللي سمى الكياس كوبرا بالرسمي ماهوش غلط معناها. اي لانه ملتوية اصلا. والله ربي معنا. ربي معنا. الدنيا سخونة. التضاريس لهنا واعرة والثنية خطيرة للي ما يردش باله ومش متعود به. في ثنيتنا تعدينا على غمراسن وعلى معتمدية الفرش. وصلنا المنطقة هادية وجميلة تبعد كيلومترات على تطاويل المدينة. ساعتين مازالوا تقريبا على شقان الفطر. السلام عليكم. صحة بخير صحيح الأحوال. لاباس شنو هي الاحوال؟ لاباس الحمد لله. لاباس هذه المنطقه قصر ولا دباب؟ قصر ولا دباب. قداش تبعد هكا على تطاوين؟ هاي 10 كيلومتر بالضبط. 10 كيلومتر معناها كما نقولوا احنا البونليون تحت تطاوين. ومازلت مازلت بعد هذه 30 دير عليه. ثم الدويرات من هكا. اي ثم الدويرات اللي بيه. صحيح دويرات ورا سلواد ودويرات. صحيح معناها تقريبا مرتبطه برشا بتطاوين بحكم قريبه برشا السنتر تطاوين 10 كيلومتر. معناها فما الحركه. لا مرتبطه برشا. النقل موجود ديما. لا موجود النقل. ثم النقل الريفي ثم الكار. لا بلاش بالنقل موجود. رمضان قصر ولا دباب كيفاش؟ والله ليالي ليالي في الليل. اللي تسهر تسهر الشبيبه هذه القهاوي تلقاها هيك بين القهوة والقهوة قهوة. إيه هم كيما حكيت هم ثم زوز قهوة تو لصقات البعض. فهمت. والزوز يبداو مليانات العبديات. والله العظيم. إيه يا سيدي تقصر في الوقت توا هكا قبل شغال الفطر ولا تستنى هكا باش تمشي تقضي قضية آخر قضية وتروح ولا كيفاش؟ لا القضية ناخذوها من الصبح معناها من فهمت. تو نقصر العشية لا. شيء كشي حاجة خفافة معناها كحرية ولا خبز ولا كل حاجة اللي ينسوها الدار عرفت؟ لكن اللي تزينا بريك راه نسيناه. هذيك تلحق الحوق. اي يمكن يا سيدي بارك الله فيك. عايشك الله يبارك. يعيشك يا سيدي. شنو يا حبيبي؟ لاباس. صحة بخير. شنو عامل فيك الصيام؟ لا لاباس الحمد لله. ماشي الأمور والحمد لله. لا لاباس الحمد لله. الحمد لله. كل عاد تقصر في الوقت وواحد. شنو عندك من ضيف؟ شنو ما؟ لا باس ثم لا باس. في الليل السهرية وين في قصر ولاد دباب؟ السهرية ثم اللي يمشي التراويح بعد التراويح الأخرى. أيوة يعني الدار. ثم اللي معنا التراويح يعدي شوية وقت للقهوة. أيوة للسحور. وتوا تبارك الله كبار وصغار يتلموا هكا في في الحومة يقصروا شوية وقت و هما فما كل هدرزة والحديث. أي ثم مازالت مازال فما زعما كتريحات ديمينو مازال هكا تريحات ديمينو تريحات ثم الشباب الصغير هذا يعمل تراويح. والشباب الكبير لا الشباب الكبير ظهر لي هكا بعد على كديمين وكان بدلها بالسمارتفون بالله اللي دول والفيسبوك. فيسبوك عندك فيسبوك متصور؟ لا ما عنديش ما لا ماكش مواكب. لا مش مواكب. ما نعرفوش. اي ما نعرفش نسامح. فهمتك يا سيدي. قضيت مال القضيه بتاع قبل شقال الفطر. لا عندنا رمضان نعيم الدنيا بارده الحمد لله. حتى الطقس باهي انا بكسر ولا الدبابه الجو مسرع مزيد سمح
تلوث نخموش الحمد لله عندي شوي بيكي شوي من الوضع فيه من الصوت ما يقول اي هاي دعوه للسلطات يشدمون الوادي منطقه بلديه هذه منطقه بلديه فبلديتك صار ولاد باب الواد مقلق شويه المتسكنين يكفي الناموس والزبان هاي ثم وشويشه وناموس في الليل هاي معقول معقول انا جيتك يا سيدي انا جيتك سي بشير لاباس والله الحمد لله الحمد لله قصيت عليكم الحديث كملوا كملوا احكي مانيش موجود انا السيد غيرت بعدين قلت له قول الجغوم راه ناقص ماهناش يا صاحبي الجغوم المي اسمه الجغوم هاك هو احنا نسموه الجغوم عاد مادام هو الجغوم ناقص مخصوص علينا يا رسول الله عيب ولا يعيب عيب الدنيا سخانه والله مخصوص علينا المي بطقس كيما هكا والواحد نهار كيما صاير مش معقول حتى اللي بدا ينقص ماء بعد ما ينقص ماء احنا بسير خلاص باش نغسل المي ما تلعب عليهم ربي يديم يا خويا شايحين بالله يوصل مش بالترشقين خلاص ماشي يا خويا بلاد المزيه وصلنا البرنامج رانا يا سيدي ياو قدم كلمني بشوي اعطي رساله للرئيس البلديه يا رئيس البلديه يا سونات يرحم بوك تكسر ولا الدبابه فهمت رانا نهار من باش نحزوها الكرهبه يرحم بوك ما تخليناش نمشوا لقدام معناها يجي السلام عليكم يجي ياخذ العداد يا ودي ما ثماش يجي مي ما ثماش يحبوا كان يقول لك لا ولا المي ناقص شحال تقدر المي ناقص فقدم مدير نتاع السونات ديما بدل ما تقدم الموقع نتاعك يا خويا راك الجو خويا بالله يجي والله يا خويا خويا راك هكا فالقط لا والله تي واحد كلها مكسره يا هي منقع ما من غادي برا الحومه تلقى فيها ثلاث مناقع واحد يجيه واحد تجيه ورقه الضوء يجيه 500 واش اي يا سيدي هاو هاو ماناش حتى ثلاث شهور اربع تجيه 600 واك اي الماء هذه للاستعمال اليومي وللفلاحه ولا للاستعمال اليومي كهو خلينا نفهموا حتى الناس يفهموا الماء اللي طالبوا به للمنطقه اللي نطلبوا به المنطقه اي فما حاجات كثير غير عطونا حتى للزوايل احنا مراقص هنا معروف فهمتي بالله الماء ماهوش موجود هو لا للفلاحه لا لهذا لا لا اي معقول يا سيدي شنو حوالك سمعت فيك حاجتك به والله اسمع قالوا والله الحمد لله الحمد لله عندك ما تقول ولا ما تضيف على الماء هذا اللي تحكوا عليه الماء والله قلت لنا وقت العطش كان تمت البيع هيك بالي قلت لنا العطش تذكرك الجميلية عطاشة تذكرتها كسر ولد الدباب 14 حالتنا متعبة أصلا اسمع رغم ما معناها الماء موجود مانيش عارف ايش فيهم عليه موجود مانيش موجود وما معناها الدولة ماهيش قاعدة باش تحفر الماء ولا مانيش عارف كيفاش الماء السطحي خصوصا الماء ماهيش واصلة لك ماهيش واصلة اي انت تخدم في التاكسي انا ما تخدم لهنا ولا في تطاوين؟ تابع هذا تابع منطقة البلدية كلها تطاوين معناها هذه فيها معناها هذه وتطاوين انت تخدم بين هنا وتطاوين انا مقيمة هنا وعندي تاكسي وتطاوين تابع بلدية تطاوين فهمتك به تخدم بالبلاصه بالكورسه كيفاش بالنسبه للتاكسي لهنا في قصر ولا الدبابه لا قصر ولا الدبابه انا مقيم هنا نسكن هنا نجي من نروح فارغ كان جيت فهمت اما الخدمه صحيحه غادي الخدمه صحيحه غادي حتى ونمشي غادي تقول لي شكا لقيت الضربه صحيحه غادي هكا ولا زناقي المدينه هذا انا مو ثم نخريف ملاوينك كان واحد كورس اكيد جدا يا سيدي حتى احنا خلينا نشدوا ثنيه شويه اخر ومازلنا نشوفوا جو قصر ولا الدبابة وشاي طيب مرحبا بكم يا سيدي وتفضل يعيشك ربي يفضلك يعيشك الماء الصالح للشرب إشكالية كبيرة في منطقة هي قلعة فوق قمة الجبل ومزار سياحي بامتياز زعما قعدت بين البو ولد ولا بين البو ولد تبارك الله شنو هي حوالك يا سيدي عايش لاباس صحة بخير والله الحمد لله الحمد لله صابر في رمضان الحمد لله صابرين الحمد لله الحمد لله يا ربي بيه الماء إشكالية هذه حسب ما سمعت لا هذا موضوع مش لازم مش نحكوا فيه مش لازم مش نحكوا فيه حتى أنا بدي طولنا نحكيوا على الماء لين فدينا من لين فدينا بيه يا سيدي شنو هو جو رمضان في قصر ولا الدبابة لأن يتحرر في الوقت أكيد كل الناس الكل تبارك الله ولدك شديته بحديك هكا باش ما يهرب لا 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 لا
تبارك الله تبارك الله. شنو حوالك خويا؟ الحمد لله لاباس. عايش جنستك بالوالد يا سيدي؟ هو مش غواز نتاع ما نعرف يضرب. فهمتك. اي فهم قام بوك مال. ما وين ما وين قلت له زعما قعدت بين البو ولده قال لي اي هو يعني هو يعتبرك ولده. اي انت تعتبره كي ولد؟ نعتبره اكيد. ربي يسر يا سيدي. شنو جو شباب كسر ولاد دبان؟ والله هو كما شباب عاجز ما هناش حاجه استنى فتره اخرى. وين يسهر الشباب وين يمشي؟ والله في اللي يخدم فيه في القهاوي وكل واحد وكيفاه. فهمتك. اي ماهناش حاجه معينه تخدمها في القهاوي هنا ولا في الخدمه. فهمتك. تعبتوا التطاوين بوسك قريبه؟ لا يسمى خاصه العشر ايامات الاخرين ناخذ التطاوين. بارك الله. ايش جاني يا اخوي؟ ايش؟ ايش جهتك الارنوبة ويش؟ شبب ارنبو. اي اخوي. لهنا هكا تشق فتركم بعد تقولوا احنا تمشي تشوفوا. والله ثم فيهم اللي يخدم مثلا زي نشوف فتره طول نمشي نخدم. فيهم اللي يقعد هنا فهمت كل واحد وكيفاه. فهمتك. ربي يعينك يا سيدي. وتواصلت حكايتنا على أحوال الناس، على نقص الماء، على أحوال الناس الكبار والشباب، وعلى آخر أخبار قصرة ولا الدباب. جو كسر ولاد دباب. نتقابلوا بعد شقل الفطر وشاي. طيب كسر ولاد دباب من قجميلة وهادية طيبة بطيبة ناسها، بلاد الخير وناس الخير، واحنا شدينا ثنيتنا لتطوي بلاد الخير والقلب كبير. D'or, montres et accessoires. Argent platiné, or blanc, rosé et doré. 925. Le platiné, هو اللي protège le فضة اللي تخلي la couleur تقعد كما هي وما تكحلش. شقينا فطرنا انا ومنصف وخرجنا لشوارع تطاوين المدينه. قلنا نكتشفوا تطاوين باي نايت ولقينا لمه كبيره. قدام محطه اللواجات في مدخل المدينه، التسعه متاع الليل تقريبا. لمة شباب يفكر في تطاوين وتهمه صورتها. هاي سيدي صحة شربتكم من مدينة تطاوين الجميلة المنورة برشا كولارات في الحومة لهنا وفي الرونفوان هذية مردوم برشا كولارات. السبب بتاعهم الشباب، شباب الجهة اللي واعي ويهموا أنه مدينته تكون جميلة ونظيفة ومنظمة. صاحب العاملة بحذية أنا وقاعد يخدم فريد. فريد خوي صحة شريف. شنو حوالك يا خوي؟ صابر في رمضان ولا شوية وبر؟ شوية وبر. هاي خوي شنو هي اللمة هذه ولا الوان والأجواء هذوما؟ هذه مبادرة شباب
بلدية التطاوين وشمال الحمد لله فيه المجتمعات الشبابية في بلد التطاوين أكيد جدا تعاون فما تعاون بين بين السلطات والمجتمع المدني تعاون وفرت لنا مجموعة المستلزمات كاملة تقريبا كما تشوف حتى موجودين حتى مستشارين معنا ومجموعة من الفنانين فنانين الجهة من رسامين بارك الله وحافلة وبرشا ألوان وبرشا ألوان وبرشا والأمور منظمة هي الامور منظمه الحمد لله هذه الكل باش يتدن الكل ولا كيفاش هذه لهنا وين نجم باش نجم الرئيس زائر الولايه تطاوين نجم ياخذ تصويره مزيانه على تطاوين ان شاء الله مازالت عندنا خدمه اخرى بعد رمضان قاعدين نحضروا فيها جلسه كامله هذه مش اول خدمه واخر خدمه انا تعبت بصراحه خلينا نكمل نرجع للحوار ايوه خويا باش نخدم ان شاء الله خدمه اخرى بعد رمضان قاعدين نحضروا فيها بالشراكه طبعا مع كافه الشباب وابناء ولايه تطاوين بدون اي حساسيات واي افكار خارج العمل اوكي خويا ربي يعينك يا سيدي يعيشك ربي يعينك يعيشك بعدين نشوفوا زاده في بنات الحومه زاد حتى هما يشاركوا معناها بنساء وبرجال الحومة هذه صديقتي منى صح شريفتك منى شنو احوالك مرحبا بكم ندور لك من هنا انا اي صباح جوك والله لاباس مغرومه بلي كولور دار فيك هذا هو طرامي وجوي وحبينا نعملوا لمسه هكا مرقوم هذا مرقومنا تطوعني فحبينا نعمل لمسه للمدخل البلاد اوكي انا سمعت قالوا لي انت مستشاره بلديه مستشاره بلديه وشابه فنحن بارك الله به برشا انه الجهات ويعملوا على الشباب يعملوا على الطاقات الشابه والله انا صدقني كي شفت قلت موظفه مازالت متخرجه جديده اتيديون كذا مستشاره بلديه نتصور حتى الـ 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 حتى الـ الـ المهمه هكا به كيسحه شوي صحيح الحمد لله يا ربي استقطبونا استقطبونا هذه ليه استقطبونا معناها بمعنى انه بالمعنى الايجابي بالمعنى الايجابي معناها قبلونا بالاخطاء نتاعنا والايجابيات نتاعنا نحن كشباب مازال معناها عندنا اخطاء وعندنا ايجابيات صحيح ان الحافز معناها نحن عندنا الموتيفاسيون والكل معناها الحماسة كما نقول لك الحماس 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 الحماسة تذكروا كالشعر الحماسة اما نقصتنا خبرة والكل موتيفاسيون فهذه مبادرة شبابية بالأصل فرصة زادة حتى لأنه المجتمع المدني والسلطات ظهر لي تعاونوا مع بعضنا يكملوا في التعاون هذه البلدية كيف شاركت في لهنا وانت مستشارة بلدية خلينا نقولوا كلمة طيبة في البلديات اللي تستحق أنه نقولوا فيها كلمة طيبة وتعاون مش هيك اللي بعد الانتخابات سيسكروا الحانوت البلدية مولتنا فأنا باش نحكي معك كشابة كمستشارة بلدية على خاطر ديما يجبدني الشباب اي اكيد جدا وانت لولا حماس الشباب ما كنتش تكون مستشارة بلدية وربما ما كنتش اليوم متمسخ يديك هكا والبنات انتم ليديك متمسخة بعد هاش لا نحن نحب تمرميد لا بس فبداية ديما بداية الغاية فترة ان شاء الله هذه اول معناها ايفنمون والكل ان شاء الله بشوي بشوي نزيد الشباب يحضر ويعرف اللي عنده حقوق في البلدية على خاطر صحيح عندنا واجبات اما زاد عندنا حقوق ولازمنا نتمسكوا بحقوقنا اكيد جدا فلازمنا نتعاونوا لازمنا نكونوا اليد في اليد باش بحول الله تطاوين تكون خير وربي معاكم ان شاء الله يعيشك ما احلى شباب بلادي الشباب اللي عنده وعي كبير وخمم خير من المسؤولين وبلادنا فيها بارشا مسؤولين لكن المسؤولية ربي يجيبها ما زلت أنا في اللمة الحقيقة لما تعمل 76 كيف بحذية غازي ذيبي برشا ناس يعرفوه برشا ناس حضروا له وتفرجوا فيه برشا ناس باش يعرفوه في صبر في رمضان نيلة غازي باش معروف
معروف للناس اللي ما تعرفش بها سوي اللي ما تعرفنيش يعرفوني بالتنين تطاوي. تنين تطاوي كيفاه تنين تطاوي خويا؟ هذه موضوع مهم هذا بحكم الخدمه وبحكم الامان. اي تنين اش معناها؟ علاش تنين؟ معروف هنا في الافراح وفي المهرجانات وفي برشا بلاص معروف بخدمه الفقير هذا بتاع النار ومسامير وقزاز. فهمتك. اي زيز ومسامير ونار و مخلطة على بعض. هاي خويا احنا وشاد هذا هذاك هاني رجع لها بعد شوية. غازي الذهيبي من ذهيبة. من ذهيبة شنو أحوال ذهيبة في رمضان؟ ذهيبة صابرة في رمضان ولا ماهيش صابرة؟ تعبة ذهيبة. شبيه؟ برشا بطالة برشا بالله ولا مزيد. هذاك علاش جيت التطاوين؟ هاك علاش هربين التطاوين؟ تحية تحية للي تبعوا فينا من ذهيبة ومن رمادة ومن كامل مناطق الجمهورية العزيزة الغالية. اي خويا الحكايه نتاع الكزاز الحكايه نتاع النار المسامر هذه حكايه فيها ان والله كل حد كيفاش يتقبلها في مخه. اي من عند ربي بالونترينمون بشني نجم تقول الترينمون تقول من عند ربي كل واحد كيفاش يكتشف نفسه. انت كيفاش تشوف روحك؟ انا نشوف روحي كوني متكون رباني. عرفت ثم حاجه ربانيه ثم حاجه ربانيه وحاجه من التكوين فهمي. اي قرايه و فهمت ترينمون منه فهمت هو وفقني رب الحمد لله. ايه خوي كان قولوا قراية كيفاش قراية معناها قريت على حاجات معينة باش تعمل الشو بهم ثم حاجات خطر قراية برشا يقولك انت قريت شنو كزيز وكذا ثم هو ثم الترينمون ثم سبور ثم ثم سبور الروحاني تطلب ثم حاجات تطلب سبور الروحاني ثم حاجات اللي كانوا كنت تخدم معها دماغك باش توصلها فهمت. انا ملي قالوا لي غازي ياكل الكزاز وانا جبت امبوله قالوا لي هزلوا معاك زاد دبوسه ماء خاطر يستحقها. هذه يا خويا دبوسه الماء وهذه الامبوله وهذه الببليك بتاع صابر في رمضان بتاع تلفزه تي في الناس اللي تتفرج التوانسه والعرب قولوا لهم تحياتنا وشوفوا سي غازي كيفاش باش يعمل لنا في الامبوله هذه. اوبا يتحشش ها؟ هذه الأنفولة هاي يا سيدي قاعدين تشوفوا ظهر لي في بلي شنو مطعمه؟ زي الماء زي الماء على قلبي هواك. هاي يا خويا يعطيك الصحة يا خويا والله يعطيك الصحة. أنا باش نهز هذايا سوفينير تذكار خويا غازي تسحر الحمد لله. أنا ومنصف مازلنا ما تسحرناش. مرحبا بكم أخويا يعيشك. أنا باش يعيشك يا خويا ربي فضلك. أنا باش شد الفلاش هذايا نمشي ناكلوا حويجة وعندنا سؤال اليوم ودي فيه والكادو من هدايا رتان ان شاء الله ربي يوفقك يعيشك يا خويا وخليك بحد الشباب هذيا بالله يعاونك كان فما حاجه خارقه انا بطيب لهم الدهن بالنار ولا يهمك. اي بسلامه يا سيدي مرحبا بكم تعيش يرحم والديك. تلفزه بوتيك تجيب لك احسن المواد بارخص الاسعار وتوصلها لك الباب الدار. رجعنا لوسط البلاد بدأت تحفل أكثر وترجع فيها الروح. هذه ساحة الشهداء في تطاوين في قلب تطاوين محلها ساحة نظيفة ومزيانة وأنا توا وقيت السؤال سؤال الليلة كالعادة كدو من أداء الماركة العالمية للساعات رتال. سؤالي الحقيقة سهل شوية أعلن عليه البارح مفتي الديار اللي هو مبلغ زكاة الفطر قداش هو دينار و700 ونعرف أنه برشا باش يلقاوها الإجابة. نحاول كان لقيت ناخذ شبابك اللي يعرفوش هكا شوية ناخذ زيدة بول عائلة كما نقوله ولو أنه متأكد أنه تونسي عامة وبول عائلة خاصة فيما يتعلق بالفلوس تبارك الله يتكتكها ويحسبها. الضواو هذه مبادرة من شباب أخرين حملة تحت عنوان مش هكا خير ومبادرة من الشباب بالتنسيق مع البلدية. نظفوا الشوارع وزينوها
وانا رهب الالوان والاضواء. تحياتي خويا. خويا السلام. صح شربتكم خويا. شنو امورك لاباس؟ والله صافا الحمد لله. خارج تسهر ولا كملت ساري؟ والله كملت ساري وانا مش ناكل حاجه. اكيد جدا نراك توا هكا سي بديت تجوع ولا فايده به. تحياتي يا خويا. عندي سؤال خطير شويه. تفضل ربي يستر. قدو من هدايا رتاش. ان شاء الله خويا. اي خويا قداش؟ زكاة الفطر سنة. دينار 700 ان شاء الله. دينار 700 خويا مبروك عليك. الكادو والله نبدا خايف انا من معناها من الاوائل اللي جابوني نبدا خايف خويا. مبروك مبروك من قاله من اهداء رتاك ان شاء الله. دونك معرس انت معرس بالصار. هاي اخويا ممكن نتقابل العام الجاي كادو للمدار. هذه المنقاله وهذه كارت دو غارونتي في حاله عطب المنقاله تنجم ترجعها الرتال في واحد من البوتيك نتاعها في انحاء الجمهوريه ان شاء الله. وهي تتكفل بالان تصلح. وصل عيدك مبارك وكل يعيشك يا سيدي. مبروك يا سيدي. يا زوزو سهل السؤال. سهل سهل برشا. سهل اخوي بابا العيله بابا يعرف بابا العيله يحسبها يحسبها. كيما كنت متوقع بول العيله يعرف الاجابه ويحسبها مليح. ديجا قال لك خطير في حياتي سي مرحبا بك. شنو حوالك؟ عايشك لاباس الحمد لله. صح تقول عايطنا هذا الفورنيسار نتاعنا سي لطفي هذا. سي لطفي شنو حوالك؟ صح من سفاقك. باهي برشا ديجا دارنا غاديك. عايشك يا خويا نعمل بالكيف انت وحدك. يعيشك والله ربي يفضلك. كيفاش تجري في المغرب قبل المغرب بالجرج فهمت؟ وين بماك؟ وين عرفتك النهار كامل نفرق من بلاصه لبلاصه. عظم من حالتي حتى كيفك انت والله والله قابلنا في تطويل. ايه بارك الله فيك. عشيرك صاحبك ها؟ اه عشيري يا عشرة حبيبي. عشيرك يا صاحبي. ندخل تطويل ونجيب احذية. ولا يهمك في الموضوع. شنو هي الخدمة؟ والله متوسطة مازال السوق مازال ما تحركش. ملابس جاهزة؟ ملابس جاهزة وأحذية و ماشي. ملابس مازال ما جهزتش. مازال كلها جاهزة. كلها جاهزة ملابس أما المواطن هو مش جاهز. توا مازال تقريبا أيامات على العيد. توا ما بدا القبال هكا. شوف هي تطاوين من قبل معناها تحرك ثلاث أيام الأخرانيات من 27 حتى 28 29 ولكن تحس المواطن معناها الإنسان اللي سنة الأمور المادية تعب شوية. فهمتك. تحس المواطن معناها غلا شوية نتاع المعيشة. المواطن نقص المقتل الشرعي نقص. كنا عارفين ممكن يصير على اساس كذا. على ربي عليك. على ربي ان شاء الله ربي يحرك البلاد. يعيشك ربي يحفظك. يعيشك يعيشك. باي باي. يعيشك. سلام عليكم. وانت ما يكون. هذا ودي والله ودي. تحياتي. حماد شنو حوالك؟ الحمد لله. لاباس؟ لاباس. قبالك تبش العيد؟ عاد لازمنها هو هذا خويا. بلاش يا اخي. ايه. بختف. قص عليه خدمه خدمه قص عليه. شنو حوالك؟ لاباس. 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 شفت الضو جيت. ايه الناموسه. قلت عليك. هاي خويا خرج تسهر ولا كمل سهريه ولا قلنا شي تقضي ولا كنت كور ولا كنت نصبه ما قلتش كنت عامل نصبه وكملت. ايه كملنا صحيح. انت صفوضه يا والله حوي. اه يا يا قلت عليك ربي يعين. هاي سيدي ربي يعين. عايش. آخر الليل الشوارع بدأت تفرغ وأنا ومنصف قادمين على سفرة طويلة. هذه هي أجواء تطاوين البيا، تطاوين المزيانة بناسها الطيبين. أنا مازلت صابر في رمضان. الرحلة قريب توفى أنا وعشيري منصف. مازلنا صابرين، مازلنا نحكي لكم برشا حكايات. غدوة إن شاء الله نمشيو القبلي مدينة أخرى في الجنوب. ما زلنا الجنوب بعد ما شفنا الوسط والشمال وما زالت برشا حكايات. وأنا هاني كالعادة وديما معاكم وبيكم وعليكم صابر في رمضان كيما أنتم صابرين عليه. باي باي. صابر في رمضان صابر في رمضان علاش ما تكونش كيفي خويا صابر في رمضان صابر في رمضان انا صابر في رمضان علاش ما تكونش كيفي خويا صابر في رمضان صابر في رمضان صابر في رمضان علاش ما تكونش كيفي خويا صابر في رمضان صابر في رمضان والله صابر في رمضان علاش ما تكونش كيفي خويا صابر في رمضان. صبرنا من الصبر ملينا صبر ودمعه في عينينا دعوه لمي ما تزهيناش بيعوا بعمرنا
صبرنا لك لينا. اصبر والصبر مكتوب غدوة تزهلك ليام غدوة العالي ربي نوب والماضي يقعد كلام. رمضان يحن القلوب وانا صابر في رمضان صابر ما فماش هروب هذا كحال الانسان. ما نقولنا صبري طال صبر في رمضان وغيره زعمة تتبدل الأحوال تطلع زعمة فوق الزيرو كلي يخدم كالبطال والخدام ربي عينه صبر في رمضان على الحال ماكلها بعرق جبينه. صبر في رمضان صبر في رمضان علاش ما تكونش كيفي خويا صبر في رمضان صبر في رمضان انا صبر في رمضان علاش ما تكونش كيفي خويا صبر في رمضان صبر في رمضان صبر في رمضان وعلاش ما تكونش كيفي خويا صبر في رمضان صبر في رمضان والله صبر في رمضان وعلاش ما تكونش كيفي خويا صبر في رمضان.